في الأول من تشرين الثاني نوفمبر 1954 تشتعل الثورة في الجزائر، لتتحول سريعاً لأزمة في السياسة الفرنسية مع تزايد تكاليف قمع الثورة. أخذ نظام الجمهورية الرابعة برئاسة ريني كوتي يتداعى، وفي تلك الأثناء روج مسؤولون لفكرة وجوب تكليف ديغول بالسلطة لإنقاذ فرنسا، بعدما تواردت أنباء عن تذمر في صفوف القوات الفرنسية في الجزائر. يقول ديغول: لم نكن هنا أمام وضع يقتضي حلاً ودياً، إنما كنا أمام مأساة كاملة، مأساة فرنسية ومحلية في آن واحد. لقد كانت الجزائر تحتل في حياتنا القومية أهمية لا مجال للموازنة بينها وبين بقية البلاد التي كانت تابعة لنا. كان يحبذ أن يكون رجل سياسي في زي عسكري، على أن يكون رجل عسكري يخوض في السياسة. وبالتالي هكذا يوم 12 مايو كان الأمر متأزم جدا، الوضع تقريبا كان خارج عن السيطرة السياسية في باريس. وفي 13 ماي هو حدوث الانقلاب الذي نتحدث عنه، وسيأتي بجنرال ديغول كشخصية مركزية لها علاقة مباشرة بما سيحدث في الفترة القادمة، يعني من 1958 إلى 1962. وأمام هذا المأزق الذي سببته الثورة في الجزائر، يطلب رئيس الحكومة بايار فيلمان من ديغول التدخل بنفوذه لإعادة قيادة الجزائر إلى الطاعة، الذي أعلن أنه في حال توليه السلطة فإنه سيخص نفسه بقضية الجزائر. وفي الأول من حزيران يونيو 1958 يدخل ديغول الجمعية الوطنية ليتوج رئيسا لفرنسا، لتبدأ الجمهورية الخامسة. كان ديغول مقتنعا بأن الاحتفاظ بالسيادة الفرنسية على الجزائر بات رهانا لم يبقى لباريس فيه أي مكسب. وفور تسلمه السلطة في الرابع من حزيران يونيو ومن شرفة دار الحكومة في الجزائر، قال للجمهور المتحمس: لقد فهمتكم. Les Européens d'Algérie considèrent que كان يعتقد الأوروبيون في الجزائر أنه سيحافظ على الجزائر الفرنسية، وذلك أولا لأنه رجل عسكري، والسكان الأوروبيون في الجزائر لديهم ثقة كبيرة في الجيش. كانت الغالبية العظمى منهم تعارض الاستقلال، وعلى الرغم من أن السكان الأوروبيين منقسمون فإن الغالبية تؤيد الجزائر الفرنسية وبقوة. كانوا يعتقدون أن ديغول من أنصار الجزائر الفرنسية، ولهذا السبب دعموا وصوله إلى السلطة في 13 من مايو 1958، أولا في الجزائر ثم في فرنسا. حملت سياسة ديغول في الجزائر قدرا من التناقض عما جاء في مذكراته، فرغم حديثه المتكرر عن الخروج من المأزق الجزائري، إلا أنه في نفس الوقت كان يخطط لإبقاء الجزائر تحت السيطرة الفرنسية مهما كان الثمن. فكر في القضاء على الثورة من زاويتين أو برؤيتين، رؤية سياسية اقتصادية والثانية عسكرية حربية، ولهذا حاول إيجاد مشروع اقتصادي يؤكد هذا المشروع على فرضية أن الجزائر فرنسية، أو يمكن قول أنه أراد أن يوجد مشروع يبعث الأمل في نفوس الجزائريين. هذا المشروع اللي هو معروف بمشروع قسنطينة، وكان في 13 أكتوبر 1958، إذا أتينا لهدف مباشر بالنسبة للجنرال ديغول، كان محاولة كسب تأييد الرأي العام العالمي. في هذه المرحلة شهدت ما يمكن تسميته بحرب الإبادة حقيقية، نتج عنها سقوط 15% من الشعب الجزائري، أي حوالي 1.5 مليون نسمة. إسرائيل لم تكن بعيدة عما يحدث في الجزائر، ففي لقاء جمع بين ديغول وبنغوريون اقترح عليه بنغوريون عند الحديث عن مسألة الجزائر تقسيما للبلد مع القيام بعمليات نقل للسكان، فيصبح الساحل للأوروبيين بينما تصبح المناطق الداخلية للعرب. وبحسب رواية كاتب سيرة بنغوريون، صاح الجنرال ديغول متعجبا: يا إلهي، أنك تسعى إلى خلق إسرائيل جديدة في إفريقيا. فرد عليه بنغوريون: هناك فارق،
إسرائيل الجديدة هذه ستكون مسنودة من فرنسا بسكانها الذين يصل تعدادهم إلى 45 مليون نسمة وبتحالفاتها مع البلدان الغربية. بمرور الوقت كان ديغول يوقن يوما بعد يوم بصعوبة حسم قضية الجزائر واستحالة القضاء على الثورة. وفي ظل هذا الجو الملتهب يتعرض ديغول لمحاولة انقلاب في 22 من أبريل عام 1961. كان على رأس المنقلبين الجنرال شال الذي عارض مع مجموعة من الجنرالات المفاوضات السرية بين فرنسا وجبهة التحرير الجزائرية. ومع شعور ديغول بالخطر لم يجد أمامه إلا ارتداء بزته العسكرية القديمة والظهور على شاشة التلفاز لطلب الدعم من الجيش والشعب. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. بعدها أيقن الجنرال ديغول بأن هذه الحرب إن استمرت حسب تعبيره ستؤدي إلى تقويض دعائم الدولة الفرنسية، لدرجة أنه اقتنع بأنه أتى إلى فرنسا ليس لإنقاذ الجزائر الفرنسية وإنما لإنقاذ فرنسا نفسها. وأمام تأزم الأوضاع يقرر ديغول الإسراع في وضع نهاية لأزمة الجزائر بتوقيع اتفاقية إيفان في 18 من مارس آذار عام 1962، والتي نصت على وقف إطلاق النار ووحدة التراب الجزائري وتنظيم استفتاء لتقرير المصير. وفي 3 من يوليو تموز يعلن ديغول استقلال الجزائر.